أحسن الله إليكم وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إنني معكما أسمع وأرى، ألم يعلم بأن الله يرى. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآيات أتى بها الشيخ ابن تيمية ليبين إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى. وهنا مسألة مهمة جدا، أننا إذا أثبتنا السمع والبصر لله تبارك وتعالى فلا يجوز لنا أن نتجاوز في ذلك. فالبعض يقول مثلا عين إذا له رمش، إذا له جفن، لا يجوز هذا الكلام أبدا، عين مسكت خلاص. وهذا هو معنى قول الشيخ ابن تيمية في بداية الكلام، أننا لا نقول على الله إلا ما قاله عن نفسه أو قاله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز ذلك أبدا، وإنما نثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسله فقط، ولا نأخذ باللازم في صفات الله تبارك وتعالى، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ريح فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فيأتي أحد يقول إن الله له أنف يشم به، لا يجوز هذا الكلام، لأن الله ما أثبت لنفسه أنفا سبحانه وتعالى، فنسكت لا نخوض في هذه الأمور، وإنما نثبت ما أثبت الله فقط وأثبته رسله صلوات ربي وسلامه عليهم فقط. نعم.